عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للمرأة وتستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة. الحالف الانتخابي المعارض في موريتانيا يحيل قرار حسم مرشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى الأحزاب المشكلة له. حملة للتبرع لصالح المنتخب الوطني المرابطون بعد تأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة مريم متبلال السالك أن الاهتمام بالمرأة الموريتانية أخذ بعدا استراتيجيا. واستعرضت الوزيرة خلال حفل أقيم بقصر المؤتمرات في نواكشوط أبرز الإنجازات التي تحققت لصالح المرأة الموريتانية من خلال المناصب السياسية والانتخابية التي أصبحت تشغل. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. فتيات موريتانيات يؤدين النشيد الوطني للبلاد ضمن فعاليات احتفال المرأة بعيدها الدولي مرتديات ألوان العلم. وينظم الاحتفال هذه السنة تحت شعار عشرية المرأة الموريتانية لإبراز المكاسب وكذا المعوقات التي تعترض النساء الموريتانيات. السنوات العشر الأخيرة شكلت نقطة تحول في مجال التعاطي مع قضايا وتطلعات المرأة، تعاطي أخذ بعدا استراتيجيا جعل من تمكينها في المجالين السياسي والاقتصادي عنوانا للمرحلتين، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. لقد شكلت هذه العشرية نقطة تحول في التعاطي مع قضايا المرأة الموريتانية، حيث أخذ الاهتمام بها بعدا استراتيجيا، وتجسد ذلك من خلال حضور بارز فيما يتعلق بولوجها إلى مراكز صنع القرار. وتجسد ذلك من خلال حضور بارز فيما يتعلق بولوجها إلى مراكز صنع القرار، حيث أصبحت بفضل تلكم العناية والرعاية تمثل 8 وزيرات على مستوى الحكومة الحالية، أي نسبة 28%، 5 أمينات عامات، أكثر من 20% من أعضاء الجمعية الوطنية، رئاسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط، 5 نساء مدربيات. وفيما تتحدث الحكومة الموريتانية عن المكاسب التي تحققت لصالح المرأة، تتحدث نساء برلمانيات معارضات هنا عن تحديات يقولن إنها ما زالت تواجه التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة. عندها تحديات كبيرة، هي تحدي المشاركة السياسية اللي أعتبر على أن إلى حد الآن إحنا عندنا طموح الوصول إلى المناصفة، وإحنا ما فتنا وصلنا ل 30% في المناصب الانتخابية، أما المناصب الإدارية التي لا تتطلب الكثير إحنا أيضا ما زالت النسبة عندنا متدنية ولم نصل للمستوى اللي أطلع نصل له. وقطعا على أنهم اللي فهم تحدي آخر هو التمكين الاقتصادي للمرأة. وشكلت الاحتفالية مناسبة كرمت على هامشها طالبات موريتانيات من كليات الطب والعلوم والتقنيات والأداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى أخريات بمعاهد أخرى، تشجيعا لهن على تفوقهن في دراستهن خلال السنة الماضية. كما تم الإعلان عن توزيع مبالغ مالية لصالح خريجات مركز تكوين للترقية النسوية تصل قيمتها 1,000,000 أوقية جديدة، إضافة إلى تمويل نشاطات لصالح تعاونيات نسوية بالعاصمة نواكشوط. ومعنا في الاستديو فاطمة محمد يحيى، قيادية نقابية وناشطة حقوقية، أهلا وسهلا. بداية، كيف ترين المكتسبات التي تحققت للمرة الأولى خلال العقد الأخير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا باسمي وباسم نساء الكونفدرالية الحرة للعمال الموريتاني أزف كامل التهاني والتبريكات لجميع نساء العالم
والنساء موريتانيا بصورة خاصة. أنا بالنسبة لي أعتبر على في العقد الأخير يتلاو لينا حسبوا على النساء لأنهم حصلوا على كاع شيء، كنت نقول على أنه ما يقارن ما ما ما, ما نحسب على أنه حصل على شيء ولا شيء يذكر قبال أكثر من قدو، لأن يعني خارصوا نسبة المرأة الموريتانية والنسبة اللي بتحقق نعتبره على أنه ما هو رقم لك، هو كاع يحتفل به بالاحتفال كامل. يسوى الصعب لمستوى الإدارات ويسوى لمستوى النيابيات نواب، ويسوى على المستوى العام المكتسبات تعتبر ما زالت شدة ضئيلة وتحتاج على أنها يعدل. لكن مقارنة بالسنوات قبل العقد الأخير، ما هي المكتسبات التي طرأت على الموريتانية؟ طبعا على ان المراه الموريتانيه في السنوات الاخيره تعود حصلت على بعض المكتسبات غير بعد ما ترقى للمستوى اللي كامل من يعني اصبحت تشغل عده مناصب وزاريه وتقود عدد من الاحزاب السياسيه، تشغل يعني عدد من المناصب، تشغل في اماكن جبرت اماكن فيهم، شنو هي النسبه؟ هل يا ترى النسبه تناسب نسبتهم كنساء؟ كيف تفسرين هذا؟ نفسر لهم غيابهم تماما، هم ما زالوا مقيبات تماما تماما، ما معطي لهم حقهم في شيء. نعتبرهم اللي اعلن لك كامل قاعدين تلاقيه خرس، يلا تعود اول شيء المراه، يلا تعود اول مكسب يحقق لها، والله يعود اهم مكسب يلا تتحقق يتحقق لها هو الامان. الامان اللي تعود المراه الموريتانيه حالا تعود الامان مو موجود، الامن مو موجود في اي مكان في اي محل، الامن مو موجود وخصوصا على المراه بصورة خاصة، معناها أن الأمن مفقود له، العنف موجود من هنا تيها عندنا احنا الموريتانيين بصورة خاصة، العنف موجود مطبق خصوصا في هذه السنوات الأخيرة بها اللي ما خلقت أي تظاهرة نسائية، والله أي تظاهرة بشكل عام ما خلق فيها نوعا ما من العنف، وتعرضت العليات لأقصى أنواع العنف. معناها أن احنا في هذه الفترة نعانوا من شيء قالوا العنف بشكل مفرط، قلت طيب. الأمن بشكل مفرط، معناها أن هذه أساسيات يلا تعود. طبعا ما هي التحديات الاخرى التي تواجه المراه اليوم على المستويين السياسي وعلى ايضا المستوى الاجتماعي؟ المراه في هاي الفتره تعاني من 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 عده تحديات. هي اولا فعلا المراه يالتها تعود في هذه الفتره، خصوصا في هذه الفتره وفي هذه الاونه اللي نحن داخلين على منعرج خاص، يالتها تعود تعرف على انها قدامها تحدي متين، ويالتها تثبت وجودها فيه وتعود فاعل لا مفعول فيه لا مفعول به، وهذا التحدي قدامها في الفترة يلا تتصدى ولا تنشرف وراء المصالح اللي في الحقيقة ما ظهر لي ولا أنها ما نتجت لها نسبة ذكيها، تعود ترقع لمستوى بعد أنها يشاد بهذا من الإشادة اللي نتلاوه. ما هو التحدي الذي تتحدثين عنه؟ ما هو هذا التحدي الذي تدعينها ل التصدي له او تجاوز عليها؟ ان تتجاوز ان تكون اولا اول شيء تكون تابعه في القرارات، يلا تعود قراراتها مستقله عن اي جهات، يلا تعود النسب اللي 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 تحققت لها لحد الان تعتبر على انها نسب ما تتماشى مع نسبتها هي في المجتمع وبالطالب باكثر نسبة، معناها أنها يلا تعود عندها نقاط خاصة بها كالمرأة بصورة خاصة. أولا يلا تم اللي أنها تحافظ على أنها تتحقق نسبة ما والله تطالب بقدر الإمكان من الأمن للمرأة بصورة عامة، بأن المرأة في هذه الفترة قدامها قدر كبير من 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 قلة الأمن، وبالتالي الامن يعود مفقود، المراه قاع شلا تقدر تتحقق هي، معناها انها اي ما خروجها في الفتره صعيب شوي بها الامن مفقود، معناها انها هي ضاق قدام تحدي متين ولا بد لها من 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 تعود موجوده وحاضره في في في, في كل الاماكن، كل الاماكن يلا تعود حاضره فيهم بشكل فعلي، بشكل تعود هي اللي اللي اللي, اللي تطرح اللمسات فيه. كيف ايضا ترين واقع المراه على المستوى التعليمي خصوصا في الارياف؟ المراه في المستوى التعليمي نقدر نقول على انه
مفقود تماما به اللي وقع على مستوى المدن هنا تياها، ذاك الموجود منه محمود المولانا باللي قاعدين نخرصوا هذو المدارس اللي هم عادوا كل فتره بين فتره، والمعاهد اللي يسرب منهم يخرصوا هاي النسبه تسرب منهم النساء عدد لا يستهان، بمعنى انهم بعدهم هنا تياها. يعني على من يلقى اللوم؟ طبعا هذا اللوم واضح لانه يلقى على هذا النظام القائم، هاي الانظمه اللي هي تعود بالتالي بالنظام القائم والنظام اللي هو متابع هم اللي على انه يحاول على انه يمتد. هذا عن المجتمع، طبيعة المجتمع ونظرته للمرأة. يعني نظرة المجتمع للمرأة في الآونة الأخيرة تطورت شيء ما باللي عادها ما تياها، شيء ما مسموح للمرأة بعد أنها تمارس، مسموح لها بعد أنها تدرس، فم 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 وعي عند المجتمع بعد أن المرأة عندها حق في الدراسة، عندها حق في كذا. يقير بالنسبة لها كامل يبقى دائما محدود بها اللي لإمكانيات اللي يلا تعود مطروحة من أجل أنها تحقيق ذاك الهدف تعود محدودة شيء ما. ما هي هذه العوائق؟ العوائق بعد أن توفير الأمن، الأمن هو أساس كل شيء، يعود الأمن ما هو موجود معناه أن بسمح لي لقاع المرأة معناه أنه قاع ما تقدر تقرأ ولا تقدر تحقق أي شيء سوى شنو هو، وتحقيق أي رواية لا تعود عن طريق الدراسة، والدراسة ما تقدر تتحقق في جو مفقود من الأمن ما هو موجود فيه. هذه فاطمة بنت محمد يحيى قيادية نقابية وناشطة حقوقية، شكرا جزيلا. شكرا. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة قافلة في العاصمة نواكشوط تتضمن جوانب تحسيسية وأخرى صحية، إضافة إلى توزيع سلات غذائية وتقديم قروض للتعاونيات النسوية. وقد جابت القافلة مقاطعات نواكشوط التسع، وتقول الجهة المنظمة لها أن الوزارة تنظمها سنويا أحياء لذكرى عيد المرأة. وعدلت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة عن 8 مارس، وعندها عدة نشاطات، عندها قافلة صحية، وعندها تحسيس، وعندها تقسيم سلات غذائية، وعندها دعم القروض الموجهة للتعاونيات النسوية في مقاطعات نواكشوط التسعة في جميع الولايات. نظمت عدد من النسوة معرضا للصناعات المحلية شاركت فيه مختلف مقاطعات العاصمة التسع، وتم خلاله عرض بعض أنواع الحلي والزينة إضافة إلى بعض المواد الغذائية المصنعة محليا. وينظم هذا المعرض سنويا بالتزامن مع ذكرى العيد الدولي للمرأة، وتعبر النساء من خلاله عن السعي إلى النهوض بصناعاتهن اليدوية. التفاصيل في هذا التقرير. تخلد موريتانيا في 8 مارس من كل عام اليوم الدولي للمرأة، فقد خلدته نساء البلاد هذه السنة بطرق مختلفة، بعضهن بالبقاء في البيوت، وبعضهن بالتبرع بالدم، وبعضهن بعروض تمتزج فيها الصناعة المحلية بالتراث. قطعت وزيرة الشؤون الاجتماعية الشريط الرمزي لهذا المعرض رفقة زميلتها وزيرة الشباب والرياضة، وبحضور الأمين العام وعدد من مستشاريها وعمدتي الإكسار وتفرغزينة ومسؤولين آخرين. ويتضمن المعرض الذي تشارك فيه مقاطعات نواكشوط التسع صنوفا مختلفة من الصناعات المحلية، ففي هذا الجناح مثلا ركزت المشاركات على عرض أنواع من الحلي والزينة، وهنا ركزنا على بعض المواد الغذائية المصنعة محليا، كما كانت التماثيل المعروفة محليا بالأوزار حاضرة فضلا عن مقتنيات أخرى مختلفة. وما شاء الله كل سنة نعرض الحمد لله إنتاجنا الخياطة والسباقة والصناعة التقليدية كاملة ما شاء الله نعدلوها ونجهون بجدية الحمد لله، ولا خالق شيء ما نعدوه احنا والعليات كاملة الحمد لله، واللي خاصنا من شيء الدولة تساهمنا وتساعد تساعد العليات في التعاونيات تمولهم، ما خلق نوع من العمل الحمد لله ما نعدلوه. يتكفل حكام مقاطعة نواكشوط التسعة بشراء ما تعرضه 2 من كل مقاطعة يتم اختيارهما بالقرعة، فيما يقتصر الدعم بالنسبة للبقية على تغطية مصاريف النقل، وتبقى الجدوى الحقيقية من المعرض المستمر 3 أيام معلقة على الإقبال بالنسبة لهم. لا احنا وحسب ذاك اللي رازقنا بهم الآن عياويش الناس يشروا من عندنا هذا، لا ينشر الطبول ويشرى ويلو حصائر ويشرى ذا كامل، ومولينا شبر ما عند الدولة
نجبر عندها دعم اللي منها جاي من عند الحاكم جابر قرعة اللي ينشتري ما عنده عدد، وحنا هذو الأخرين وقتنا اللي ما لنا جايين في قرعة اللي نشونا عرضنا جبر ذاك اللي رازقنا مولانا به. ورغم التحديات إلا أن المعرض حافظ على الانتظام في هذا الموعد منذ سنوات، وشكلت تماثيله وأدواته الضاربة في جذور الثقافة المحلية صورة مصغرة من الماضي يختزنها الحاضر للمستقبل، وربما ضم من المنتجات المستخدمة حاليا ما يصبح في المدى القريب شيئا من التراث. محمد أحمد الخوية، قناة المرابطون، نواكشوط. خلدت نساء منضويات تحت إطار فضاء نساء موريتانيا ذات رؤية متشابهة ذكرى اليوم العالمي للمرأة بتنظيم يوم للتبرع بالدم لصالح النساء المريضات اللواتي بحاجة للدم. وقد نظم يوم التبرع بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم، وتقول النساء المنظمات له إنهن دأبن على تنظيمه كل سنة بالتزامن مع ذكرى عيد المرأة. هذا اليوم التبرع بالدم معدل في إطار الاحتفال 8 مارس كعيد دولي للمرأة، ومن يالله مدة تعدل فيه الشيء ملموس لاهي يرجع على المرأة بنفع، وذاك هو السبب اللي عدلنا كل سنة إن أربع سنوات كل سنة نعدل التبرع بالدم به اللي فم نساء مرضى في الطب يعدلوا لهم عمليات جراحية ويجبروا إجهاضات ويفصلوا في الدم ولا يجبروا. لو السبب اللي قررنا أعلننا من أهدافنا أن نتموا كل سنة نعدل التبرع بالدم نطلبوه للمواطنين يعطونا الدم العليات اللي يقدروا يجبروا مشاكل في شيء قالوا فقر الدم، ونعدلوه كل سنة نتبرعوا به يا كاش يا نساعدوا كل العليات اللي يقدروا عندهم مشاكل والدم ما هو متوفر لدى الأطباء. عندنا احنا نعدلوا التبرع بالتعاون مع مركز الوطني لنقل الدم، ونعدلوهم على الطلاب على مستوى الجامعات وعلى مستوى الشباب في المدارس الأخرى وعلى مستوى جميع النقاط للناس المتطوعة نطلبوها ونعدلوا التحسيس السابق ذاك إياك يعودوا ينعطى ذاك الدم يستفادوا من ذوك العلايات اللي في حالة اضطرارية لأنهم لا بد لهم نقل لهم الدم. نظمت الفنانة التشكيلية أمي صو معرضا للفن التشكيلي يستمر لمدة أسبوعين، وقد انطلق بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة، ويحمل المعرض عنوان الحرية. وتقول أمي صو إنها تسعى من خلاله إلى دعوة النساء لمعرفة حقوقهن والدفاع عنها. هذا ويعرض المعرض الذي يتواصل إلى غاية 17 من شهر مارس الجاري صورا تعالج بعض قضايا المرأة والطفل. إن انتظاراتي من خلال هذا المعرض أن تصل رسالة مفادها أن على المرأة أن تتحرك وتطالب بحقوقها. إننا نعيش في القرن 21 ولم يعد الصمت على الحقوق مقبولا. إن الرسالة التي أبعث بها من خلال هذا المعرض هي أن على النساء أن يعين حقوقهن وأن يدافع عنها دون ما وجل. إلى شأن منفصل، حيث أحال التحالف الانتخابي المعارض في موريتانيا إلى الأحزاب المشكلة له قضية الحسم في أحد خيارين سيكون أحدهما مرشحا له خلال الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها شهر يونيو القادم. وبحسب مصدر من داخل التحالف فإن المعارضة حصرت خيارها للترشح في الوزير الأول الأسبق سيدي محمد والبوبكر ورئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني الوزير الأسبق محفوظ البتاح. وينتظر أن يعقد التحالف الانتخابي اجتماعا له يوم الأحد من أجل دراسة قرارات الأحزاب المشكلة له بشأن خيارها أحد المرشحين. تتواصل في نواكشوط حملة للتبرع لصالح المنتخب الوطني المرابطون المرتقب أن يشارك للمرة الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019. وقد انطلقت أمسية التبرع للمنتخب مساء الخميس بمبنى الاتحادية الموريتانية لكرة القدم بحضور الرئيس محمد عبد العزيز وأعضاء الحكومة، وينتظر أن تستمر ليومي السبت والأحد. التفاصيل في التقرير التالي. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز وأعضاء الحكومة يشاركون في حملة للتبرع للمنتخب الوطني الأول المرابطون. وقد تبرع الوزير الأول بمبلغ 4 ملايين أوقية قديمة
فيما تبرع وزراء الحكومة بمبلغ 100,000 أوقية جديدة لكل واحد منهم، وتبرع الأمناء العامون للوزارات بمبلغ 40,000 أوقية جديدة، وتبرعت قيادات أركان المؤسسات العسكرية بمبالغ متفاوتة، حيث وصل تبرع القيادة العامة لأركان الجيوش 3 ملايين أوقية جديدة، فيما تساوت قيادتها أركان الدرك والحرس في مبلغ 1.5 مليون. كما تبرعت الجمعية الوطنية 500,000 أوقية جديدة. وساهمت في الحملة شخصيات أخرى ومؤسسات كانت محل شكر من طرف وزيرة الشباب والرياضة ورئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم الذي دعا الجميع للمشاركة. ومن المقرر أن تتواصل حملة جمع التبرعات 3 أيام، ولا تستبعد الجهات المنظمة احتمال زيادة المدة إذا ارتفع الإقبال. إلى حد الآن اليوم 9 ويوم 10 هو المبرمج إن شاء الله، ونعتقد إن شاء الله أن الإقبال لا يعود فيها كبير، وفي حال أنه لا هي يعود الإقبال أكثر من ربما يعود فيه ربما قابل للزيادة. ولم تكن الحملة المنطلقة مساء الخميس الأولى في تاريخ المنتخبات الوطنية، حيث سبق أن أطلقت حملة أخرى لصالح المنتخب الوطني للمحليين لدى تأهله إلى بطولة إفريقيا عام 2013. ويأتي إطلاق هذه الحملة بعد تأهل المنتخب الأول إلى بطولة أمم إفريقيا المرتقب تنظيمها العام الجاري بمصر، والتي تأكد رسميا تأهل المرابطون إليها بعد تغلبه على منتخب بوتسوانا نوفمبر من العام 2018 2-1، محتلا بذلك صدارة مجموعته. أدى وفد عسكري جزائري زيارة عمل لموريتانيا، التقى خلالها قائد أركان الجيوش الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، ويقود الوفد العسكري الجزائري الفريق كايد محمد. وقد حضر لقاء الوفد بقائد أركان الجيوش عقيد ومدير للعتاد، إضافة إلى الملحق العسكري بالسفارة الجزائرية. مغاربيا، خرج آلاف الجزائريين مجددا الجمعة إلى شوارع العاصمة وفي عدد من مدن البلاد رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسية شهر أبريل القادم وسط رفض واسع لترشح بوتفليقة الذي يعاني من أوضاع صحية منذ سنوات. نتابع. نزل آلاف الجزائريين الجمعة إلى شوارع العاصمة وعدد من المدن والبلدات الجزائرية وخصوصا في وهران وقسنطينة وبجاية احتجاجا على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وهي الجمعة الثالثة على التوالي التي يخرج فيها المتظاهرون رافعين شعارات رافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية. كما نظمت مظاهرات أخرى في باقي أنحاء البلاد وخصوصا في وهران غرب وقسنطينة شرق، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد بحسب موقع كل شيء عن الجزائر الإخبارية الذي تحدث عن مظاهرة كبيرة أيضا بولاية بجاية في منطقة القبائل. وتجمع الآلاف في ساحتي البريد المركزي وأول مايو بالعاصمة للاحتجاج على استمرار بوتفليقة في الحكم. كما خرجت مظاهرتان نسويتان في بلدتي تيشي أوغاس بولاية بجاية شرقية البلاد تزامنا مع يوم العالمي للمرأة. وأعلنت العديد من الفروع النقابية المحسوبة على نقابة الاتحاد العام للعمال تمردها على القيادة ودعمها للحراك الشعبي. كما دعت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التعليم إلى إضراب عام من 5 أيام بداية من الأحد. وشهدت المظاهرات خلال الجمعة الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة مشاركة غير مسبوقة للنساء الجزائريات اللا يرتدين الحايك، وهو لباس تقليدي جزائري كانت تلبسه المرأة إبان الثورة الجزائرية ضد فرنسا. ورددت المتظاهرات الجزائر بلاد الشهداء والحرائر، كما استنكرن في لافتاتهن ما وصفنها بعمالة محيط الرئيس لصالح فرنسا. من جهة أخرى، أعلن الجيش الجزائري تماسك الشعب مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل، مسجلا فخره بالأجيال الشابة من أبناء الجزائر ومشيدا باستعدادهم الكبير من أجل التضحية لصالح البلاد كما ورد في مجلة الجيش. وعلق أندرو إنجلاند
تايمز لبريطانيا في مقال له أن الرد على أسابيع من الاحتجاجات في الجزائر يماثل الكيفية التي رد بها النظام المصري في ثورة 25 يناير في مصر العام 2011. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للمرأة وتستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الأخيرة. التحالف الانتخابي المعارض في موريتانيا يحيل قرار حسم مرشحي للانتخابات الرئاسية المرتقبة إلى الأحزاب المشكلة له. للتبرع لصالح المنتخب الوطني المرابطون بعد تأهله للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على فيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.